مرحبا بنات، كيفكن؟ اليوم حفرجيكم الطريقة الصحيحة لحتى نرسم حواجبنا إذا كان عنا مشاكل فيهم. مثل ما شايفين إذا بتركزوا كتير منيح، أنا هالحاجب عملته بطريقة وهذا عملته بطريقة. للأشخاص اللي عندهم شعر وحابين يحصلوا على حواجب طبيعية كتير بيتبعوا هاي الطريقة اللي هلأ حتكون أول خطوة. هذا الحاجب حيكون للأشخاص اللي عندهم مشكلة إنه عندهم تاتو بحواجبهم أو عندهم bald spots، يعني عندهم مناطق ما فيها شعر. مثلي أنا شخصياً بتلاقوا ما في عندهم شعر مثلاً من هون لآخر الحاجب. إذا خلينا نروح سوا نشوف كيف فينا نعمل هذا الحاجب الطبيعي اللي مبين كأنه it's very bushy, it's very natural، ما فيه شيء. هلا حتشوفوا ال before and after. والأشخاص اللي عندهم مشاكل بيعانوا إنه عندهم مشاكل بحاجبهم ممكن يتبعوا هاي الطريقة، خبروني بالكومنت بوكس what you guys think. قبل ما بلش بحب مشة الحاجب لفوق ولتحت باستخدام فرشاية ماسكارا نظيفة أو disposable brush. هستخدم القلم تبع البراو كونتور برو من بنفيت، اللون تبعي براون ميديوم، فيه 4 سايدز، فحكون عم بستخدم هذا البرودكت لنحصل على هذا اللوك. حبلش اول شيء باغمق لون اللي هو ديبر شيد من نص الحاجب، او خلينا نقول من هون نسحب خط بقلب الشعر وبرسم الحاجب بالشكل اللي انا بدي اياه مثل ما شايفين، وبسكره من الاخر بهالطريقه. شايفين شو عملت؟ وتركت بالنص فاضي. مشط الشعر لفوق وبعبي التيب تبع الحواجب، بجيب لون الديفينيشن وبعمل هالحركة لحتى شيل التاتو. منجيب اللون الأفتح وبنعمل ستروكس وبنضرب الستروكس لفوق وبطريقة كتير خفيفة، يعني دايما بالحواجب بنبلش خفيف بعدين منضيف. باستخدام الشيد الأفتح بعمل شعرة شعرة مثل ما شايفين بقلب الحاجب، بطلع شوي لفوق. باستخدام الهايلايتر بهذا القلم بنصير بنرسم شعرايات بقلب الحاجب لحتى نعطي كثافة للحاجب ونعطي هذا اللوك تبع الفراغات مثل ما شايفين. اخيرا وليس اخرا، دائما لازم نثبت الحاجب بمطرحه، عم بستخدم السبيد براو جيل من بنفيت. هون عندي خط تاتو عم حاول محي، وهون شايفين في لسه أثر شعر، وحاجبي تقريبا واصل لهون، يعني هون ما في شعر. لأنه ما في شعر أبدا فأنا بحاجة لأستخدم شيء يكون قوي كتير ولونج لاستنج. بنصح أنكم تستخدموا براو بوميد لهال بارت مثل الديب براو بوميد من أناستازيا بيفرلي هيلز. طبعا ما بقرب لقدام ابدا، بعبي بقلب الفراغات اللي انا حابه اعبيها. لاول العين رح استخدم قلم يكون لونه فاتح، فمشان هيك رح استخدم لايتر شيد من البراو كونتور برو. بعد ما خلص الحاجب باستخدام كونسيلر على فرشايه بغطي التاتو. يفضل دائما انه نغطي الشوائب اللي بالحاجب بعد ما نخلص رسم لحتى كمان ننظف المنطقة ويطلع الحاجب نظيف. مثل ما شفتوا هدول تعلمتوا طريقتين لترسموا حواجبكم فيها. هدول الطرق الصحيحة بالنسبة لي، يعني انا لما بدي اعمل حواجب ديلي يكونوا بوشي بستخدم هذا الاسلوب، واذا بدي اعمل حواجب كتير هيك مرسومين وبريسايس ويكونوا كتير دراماتيك بتبع هاي الطريقه. طبعا انتم حريين تعملوا اي طريقه حابين تعملوها. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب على لوليا شانل، تعملوا لي فولو انا ماريلين على ماي اون شانل، وتعملوا لي فولو على انستغرام، وانا بشوفكم قريبا. باي.